ازاي تشتري عربية ب2500 بس؟ الحق قدم على قرض السيارات من بنك ناصر واشتري عربية احلامك، ده البنك اللي هيجيب لك عربية ببلاش. انت عارف ان لو مرتبك 2500 تقدر تشتري العربية اللي نفسك فيها من بكرة حتى لو كانت بمليون جنيه؟ لا ومش بس كده، ده انا كمان هقولك ازاي تشتري عربية احلامك من غير ولا مليم مقدم، وده لان في اكتر من بنك في مصر بيقدم لك قرض السيارة بابسط الشروط والتيسيرات. يعني لو نفسك تلحق تخفيضات العربيات دلوقتي قوم قدم على القرض فورا. بس ايه تفاصيل القروض دي ومين البنوك اللي بتقدمها والقرض قيمته قد ايه؟ كل ده واكتر هتعرفه بس تابعنا في الفيديو ده. من بعد ما اسعار العربيات نزلت والكل نفسه يشتري عربيه وعايز يلحق الفرصه قبل ما الاسعار تزيد تاني، بس للاسف كتير من الناس مش معاهم سيوله تكفي ثمن العربيه. بس استنى، انت دلوقتي تقدر تلحق تخفيضات العربيات وتلحق تشتري العربيه اللي نفسك فيها، وده لانك من دلوقتي تقدر تقدم على قرض بنك ناصر لشراء العربية. لكن ايه تفاصيل القرض ده؟ شوف يا سيدي، من ايام بنك ناصر اعلن عن قرض السيارة وده قيمته بتوصل لحد مليون جنيه والفايدة بتاعته حوالي 17%، بتسددهم على 5 سنين، وبتوصل قيمة الفايدة ل 19% في حالة زيادة مدة السداد عن 5 سنين مع تحويل الراتب او القسط الشهري على البنك او السداد النقدي لموظفين البنوك التانية. بس عشان تاخد القرض ده لازم سنك ما يقلش عن 21 سنة وما يزيدش عن 60 سنة عند نهاية مدة التمويل، ويكون الحد الأدنى للراتب الشهري 2500 جنيه، ولازم تقدم صورة بطاقة الرقم القومي وإيصال مرافق حديث وخطاب معتمد من جهة العمل في قيمة الدخل الشهري وتعهد من جهة العمل بتحويل قيمة الراتب أو القسط الشهري. المفاجأة بقى كانت في قرض البنك الأهلي اللي بيقدم قرض العربيات للموظفين بضمان تحويل الراتب أو القسط أو بتمويلات بتوصل ل 100% من قيمة السيارة، يعني مش هتدفع مليم مقدم، والبنك هيدفع كل حاجة إلا لو كانت عربية صيني فالبنك هيمولك بس بنسبة 50%. قرض البنك الأهلي بيبدأ من 20,000 جنيه لحد مليون جنيه كحد أقصى، ولجميع القطاعات على فترة سداد بتبدأ من 12 شهر لحد 84 شهر للسيارات العادية، وعلى فترة سداد 48 شهر كحد أقصى للسيارات الصينية. وكمان بنك مصر بيتيح قرض شراء سيارة جديدة بتمويل نسبته 100% للموظفين بالقطاع الحكومي وبنسبة 90% للموظفين بالقطاع الخاص، وبيتيح البنك تمويلات تتراوح ما بين 40,000 جنيه ومليون جنيه كحد أقصى، وبفترة سداد تبدأ من 12 شهر لحد 96 شهر في حالة التقسيط للسيارات العادية، وبيوصل ل 48 شهر في حالة التقسيط للسيارات الصيني. لا ومش بس كده، كمان بنك القاهرة بيقدم لك برامج تمويلية لشراء سيارة جديدة للموظفين بتمويل نسبته 100% من قيمة السيارة، وبمقدم بيبدأ من 0% لحد 70% كحد أقصى، وبتمويلات بتبدأ من 10,000 جنيه لحد 3 مليون جنيه كحد أقصى، وعلى فترة سداد تتراوح من سنة لحد 8 سنين للسيارات العادية و5 سنين بالنسبة للسيارات الصينية. ودلوقتي قول لنا إيه أحسن قرض تقدر تقدم عليه؟